هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يزيد في حد الزنا لغير المحصن فوق 100 جلدة إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ ما يجوز لأحد أن يزيد على الحدود التي قدرها الله جل وعلا تنفذ، لكن ما يتساهل في تنفيذه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يا أخوان، لو أن الحدود أقيمت كما شرعها الله لارتدع الناس، ولكن يتساهل في إقامتها أو تقام شكليا، هذا لا ينفع. نعم.